شكرا يا مبابي، بصي مني يا سياكو، شريك يا محمد يا مبابي. يا لهوي فهد على يا لهوي فهد على مبابي يا فهد مبابي. لا لا عطاها في الزاويه 90. بص حوش حوش على اليمين وعطاها لهم في الزاويه 90 هناك يا فهد يا جيمنج. عارف انت حركته دايما ان هو يبص في حته ويميها في حته ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش ملاكمة يا فقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول أي حاجة عاوزك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بس كله الله طبعا كيليان امبابي في الفيديو بتاع النهاردة والأول مرة ببجي موبايل شخصية كيليان امبابي. تعرف يا عزيزي أنا عملت السلسلة دي ليه؟ قلت لازم مهاراتي الكروية لأجلي عشان أنا مصاب يعني الغضروف يعني الله يعافينا ويعافيكوا يعني مش هينفع ألعب كورة الخماسي، ولكن أنا هخلي الكورة في ببجي موبايل. يا لهوي يا لهوي سألني ازاي؟ هقولك هتشوف كالآتي. تابع الفيديو هتفهم كل حاجة في الفيديو عشان نستمر في السلسلة الجامدة دي اللي احنا نخلي كرة القدم في ببجي موبايل. زر لايك عايزين نصرف فيديو يعني 10000 لايك. والله والله قده اقسم بالله نوصل 10000 لايك بالحب وجدعنة. نوصل 10000 لايك، نوصل 10000 لايك عشان يبقى في شغل جمدان جاي وفي افكار جميلة جدا. اشترك بالقناة عايزين نكمل 500000 وادفع زي الجرس لك كل يوم فيديو ساعة ونص وقالوا ليتس جو. لو ما وصليش لازم لازم تصلي، ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان. ليتس جو. انا بس ده انا عامل لكم شغل اوروبي هنا شايفين مين ده بقى اللي انا بلعب بيه دلوقتي اللي انا هوريكم شخصيته دلوقتي. شايف كده كام مهالي كده زي ما انتوا كده شايفين او مش شايفين، بس انا شايف اهم حاجه انا اللي اشوف كده. انبوبه انبوبه ماشيه في الارض بوزي بيلم بيعمل حاجات حلوه. الكلام ده هنعمله في ببجي. ها يلا بينا. استنى بس فهد هوريكم المفاجاه. لاول مره هتشوف انبوبه امبابي كيليان امبابي كيليان امبابي هتشوفه في ببجي موبايل. غمي عينك وهيطلع ارنب ولا ايه؟ بيبيو الناس ما عملتش لايك ليه؟ ممكن تحط لنا 300 لايك دلوقتي. كيليان امبابي ولا مش كيليان امبابي اهو طقم فرنسا طقم ازرق ماشي. مالكوش دعوه بالبادج ده عشان انا ما عنديش والله معدات للمطوش يا جماعه، ما عنديش تيشيرتات كتير. بس اوعدكم الفترات الجايه لبسنا الطقم البايز بتاعه. نعم جبنا كيليان امبابي من العيال عندنا وحطيناه هنا. هنخش دلوقتي انا وفهد. تلعب بمين يا فهد؟ شوف كده ايه حد عندي. العب بكافينجا كافينجا 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 كمان كافينجا. اسكت اسكت بتلعب يا فهد. ما تخلينيش الم اللعيبه كده واديهم واحده ار 2 بالام فوق يا فهد بقى. ما تعصبنيش جايب راجل من ريال مدريد في ببجي يا فهد ومش بيخش هنقعد في اللوبي كده. يلا يا باشا يلا يا باشا. المهم يعني دي سلسله جديده يا جدعان هنلعب بشخصيات اللعيبه دي. اول معانا اول صفقه طبعا صفقه كسرت الدنيا كيليان امبابي راح ريال ان شاء الله. اول ماتش ده هيبقى يوم 14. يوم 14 ده بقى هتشوف ماتشين حلوه قوي دي. ماتش عند رشوش جيمنج وماتش في الساعه 10 هنا. ماتش في ببجي يعني هنلعب ماتش ريال في ببجي كاس البتاع. خلصانه دي ما فيهاش كلام. هتقول لي جهل ولا مش جهل؟ خلاص ده ملهاش دعوه. وعيدك ولا ايه؟ وعيدك ولا ايه؟ الاول هي الثاني يلا بينا. السرعه في البتنجان لازم تبقى سريع يالا. خليك سريع يالا كده وتنطط يالا. لا وعلى انبوبه بقى وحلاوه انبوبه وهو نازل انبوبه كده. امبابي لو شاف الفيديو ده هيديني سترايك. بس لا هنرفع قضيه عليه ونقول له يا احمد يا امبابي فوق معانا. لو شفتوا الانابيب هديكم بالشراليط. طيب طيب انا هجيب سوبر هاتريك. مش هجيب هاتريك واحد سوبر ده يا جدعان. 5 كيل في 5 كيل في 5 كيل في 5 يعني 20 كيل. هنجيب دبلين سوبر بقى 40 كيل في جيمين يعني او 3 4 5. فهد يا جيمنج ما تفتح يا فهد. الله اكبر. اضرب في ال اضرب هناك تجيب هنا. تي هرنانديز مبابي ممتازه ادخل مبابي مبابي لو لو. يلا اول هاتك اول هاتك ليتس جو. معيش فيستا فهد دي المشكلة. انا مثلا ممكن اجيب فيستا. هات لي فيستا يا وليا. هات لي فيستا يا وليا. بس طيب والحباب طيبين. بس دبل جون دبل جون. اوه لا لا اوه لا لا اوه لا لا اوه لا لا. زمان دلوقتي بيقولوا لي انت عيل كلح. اوه ما فهمتش شايف اللي هناك ده. اوه لا لا علي يا ولا ما ايه.
اوه لا لا يا ابنيل طب انا كفا يا جدعان انا كفا يا جدعان انا كفا يابا وايه كفا ده مش عندكم ولا ايه لغيتوه طب ولا ايه مش فاهم دي طب 2 3 1 اول حاجه المهاجم بيروح يمسك المدافع او ده المدافع صح نمسكه كده يا باشا ونعمله فينش جون سينا جون مايكل على طول بيبي ويو ما يفهمش اي الفينش ما فهمش الفينش معناه ايه مش مهم المهم دلوقتي اللي هو ايه تم اصابه مدافع في فئه اللي قصاده انه خلع انه خلع انه خلع واين هو تحت اوه اوه الله قول الله انه دخل اوه الله فجعني يا جدعان مالك يا فهد قول الله اين هو اوه انه هناك في اعماق المحيط يا الهي انا لعبت على سبونج بوب لا بجد ايه ده لعبة حزينة قوي كده ايه يا عم كلبين ده يا عم بيلعبوا كلبين دول ولا ايه يا فهد اوبا هو ده عليه ولا ايه اوه انني استنى سفوستي اوه خطيئة 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 عين الماتش ولا ايه؟ عين الماتش عين الماتش عين الماتش اوه ليتس جو كسب يا فهد يا جدعان ما انا بهيص على ايه؟ لوب 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 زوش ذا مدينة معاه تصحيح تانية خدها ليتس جو كيليان امبابي هو ده اللي انت حافظه من الاغنية مش فاهم معايا حوار ده بس عادي كيليان امبابي ممكن نحطها من غير موسيقى اخلي سبايدر يغنيها واحطها صوت سبايدر برضه يا جدعان برضه جميل برضه سوميليتي كومولي ساكالو شكلاني يا مبابي بسميني يا سياكو شريك يا محمد يا مبابي بيو يا نهار بجين ويا فهد كده يا مبابي كيس بالهاب جايز بالهاب يلا فهد يلا كيل امبابي كيل امبابي وراك بابا اللي سكنوا شكلني يا مبابي يا مش حلال لك كده فاهم لازم اخد الصخره دي واد بقى لو بش عليا هزعله لك فاهم يا باشا هيبشوا بالعربيه يا باشا طب يا اسطى انتوا خمسه وفي واحد معايا ناقص ايوه كده وقعهم يا جدع
فلوس يا فهد الان فين يا فهد؟ يا لهو على الكمبار. اقسم بالله لو كنت مسكت الشجر على منك يعني. ايش يا عم؟ انا شايف ناس هنا عماله بتطير. ايه الرجاله في ايه؟ كبرين والله الموضوع يا شباب. لا خد ده خد بس ده اللي شفتك. ايوه يا صاحبي والله يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. I love you I love you. كيليان امبابي بيقول لكم كيليان امبابي عجبني ده بيضربوه هو انا تحت يا زميل كده فوق. ها سلام عليك يا رسول الله. بيو 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 موت يا اسطى. زازول بص عامل ازاي يا اسطى. يلا ابيض محمل اللعبه اول امبارح او امبارح كمان او ممكن من ساعه. عملت لاوت انت وعملت تفتح سكوب 6 وسكوب 8. ها جد بقى ايه يا اسطى؟ يا اسطى شرب امك يا اسطى ما تمنيش بس فرحان لي يا ابن ال انا عاوز من الغش يا فندم. هتشوف قهوه قهوه هات هنا المسكه تبقى جامده عليك. حد وراك ده في حد بيتيم فوقيا يا فندم. ما هو ده يا لهوى فهد على يا لهوى فهد على امبابي يا فهد امبابي. لا لا عطاها في الزاوية 90. بص حوش حوش على اليمين وعطاها له في الزاوية 90 هناك يا فهد يا جيمنج. عارف انت حركته دايما ان هو يبص في حتة ويميها في حتة تانية يا فهد يا جيمنج. طب شوية وراح جاي ركنها هنا يا فهد يا جيمنج. مش بنقدم اي محتوى يا فهد يا جيمنج من اول محتوى في اخر من الاخر انت انا ما ينفعش اعمل اي فكه يا فندم. بوظ الدنيا يعني انا كده اتلفت امبابي خالص. لا يا باشا بس مصيطه اهو. امبابي دخل حرب خلاص في ببجي. خلاص يا باشا امبابي ثبت في ببجي خلاص يا جماعه. احنا لسه هنستناه ينزل نجيبه عندنا. هيعمل باكورد دلوقتي. ده بس بعد اجيب الجاسوس ده حوار كده كبر. هذا يا جيمنج ده في ناس بتعمل زيي. فوق كوفر. طب ارجع ورا السن عشان انت اوبن كده يعني ارجع. ايه
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا فهد. يرجع ورا على اجري وسخ اللي انا جيت هنا اساسا. ايه ده؟ يلا بينا 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 ديشا 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 ديشا. ده انت ذكي، انا طلعت الحاجات دي قدامك. وانا فين بقى؟ الله، ده انت جبت ميت حبيبي. واحد استقبال، انما يا مصطفى يعني يليق بيك. على جنب ده انت ابوك. الدنيا معاك زي ما انت كده ولا اي حاجه حبيب اخوك. والله انا لو كنت مت كنت استاهل والله. انا بتدمج جامد يا جدعان، امبوبه بتدمج جامد يا جدعان. يا عز قصدي زي دي انا بتدمج، الله عيب. انا عمري ما اتدمجت قبل كده. كل انت كل انت كل الناس في حته وانت في حته تانية. لو الجيم ما كملش يا جدعان يبقى النقطة. ده انت عايز 15 سماعة محاطية. انت حبيبي انت قصدك ابوس عندك. الله اكبر، كل دي كلات، كل ده انبوبة 15 كلة انبوبة. عاش انبوبة. يلا فاضل لك كمان يبقى دبل هاتف. يلا دبل خمس هاتف. يلا بينا. اوبا ثانية واحدة طبعا ما ليتس جو.